نعم. السؤال الثاني سمع السيد كان يقول: هل المسيح يدخل الجنة؟ شوفوا، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه، وفي الآخرة كذا. الله سبحانه وتعالى لم يرتضي للناس إلا الإسلام، ومحمد صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء، فلا يقبل غير الإسلام بالنسبة للناس. زين، الناس على قسمين: ناس يعرفون الحق ما يتبعونه، ذولا هؤلاء سيعاقبون ويدخلون النار. ناس مستضعفين، مستضعفين يعني ما يدري وين الحق وما يدري شنو صاير، ما وصلت إلى الأمور، ما وصل إليه الدين، ما وصل إليه، هذا مستضعف. رب العالمين ماذا؟ قد يتعامل معه معاملة أهل الأعراف إن شاء الله. نعم، أحسنتم.